على العموم مارب في خير والجوبة في خير وبلونا وسنبلاهم بالسلاح انا الشخصي وسنقاتلهم. ذهنونا واحنا رقود وجبوا من مراد، مراد لا يفكروا، مراد ثابته ومن معها، مراد في خير، مراد ستحرقهم بفضل الله، بفضل الله. جونا وسنقاتلهم بسلاحنا الشخصي وبنادق الاباء والاجداد، ما احنا في سنعهم. خيرت الله عليهم يتركوا بلاد مراد، يتركوا الجوبه، يتركوا مارب، مارب بعيد عليهم، مارب بعيد عليهم. ما الدوله من يريد الدوله تكون دوله بنظام وقانون وبرضا الشعب، ما هو صميل يا صميل، ما الصميل يا رجال ما عاد حط صمل ولده. الان يتركوا وهذا الملقطين اللي معهم، هذا الملقطين اللي معهم يبعدوا لهم، احسن لهم. ما حد يقود على ارضه وعرضه، ما حد يقود على ارضه وعرضه يا رجال. الاباء والاجداد في قبل فتره يعني في زمان الملكيه والجمهوريه السابقه يعني جو يبغوا يدخلوا الجوبه بالقوه، ما دخلوها يا رجال، ورجال ما غير تحمل الجنابي. صلى على النبي. ما اليوم الدنيا في خير، الدنيا في خير، ولا وابشر الشعب وابشر براء ذي في المنطقه وذي في مارب، الدنيا في خير. ان من قاتل وقتله شهيد، ومن عاش عاش سعيد، ولا احد يفكر يقول معاه زعطان معاه فلتان، من كل له كل. احنا ما احنا في سنع الماكل، سنقاتل سنقاتل ونبو الشهاده يا رجال. بلونا في بيوتنا ورض بالله عليك، هذه القريه اللي فيها الاف، اللي فيها الاف الناس، وش يبوا من هذه القريه؟ وش يبوا من هذه القرى؟ يا رجال صلى على النبي. لا وش يبوا؟ لا سلاح لا عدو. هنا احنا يمنيين، العدو في اسرائيل، العدو ذي يدعمهم، الموت لاسرائيل، الموت لامريكا وهم يدعمهم. حيا صباحهم حيا. والله اللي يعني ناس اعرفهم في صنعاء وفي هكذا اقول لهم يا اخواني يا اخواني ماشي، هذا ما هو شيء خير، هذا شر للبلاد، هذا شر للعباد. انا ارجوكم، انا ارجوكم ترجعوا لصوابكم. اما مارب اكد لكم ما بالقوه ما بتدخلوا، ما بتدخلوا. اهل مارب اشد من الجبال. بعض الناس يقول ما عاد الا بني سيف، بعض الناس يقول ما عاد الا صياد، فلان فلان. مراد مراد ما مراد ما هي ملقيت بلادها، ولا هي ولا هي طرح روسا. احنا لا 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 ناقه ولا جمل، ولا معنا لا تقوم ولا خريط ولا قصيد، ولكن معنا سلاحنا الشخصي. سنقاتل ونناضل الى اخر قطره من دمائنا. واكد لكم ايها المقاتلين، ايها المقاتلين الصماد، احنا اليكم. اول الحرب للمردان وللشباب الصغار، واخر الحرب للرجال التكلا فيه، لا يهمكم. احنا لها وباذن الله ما يجيب فضل الله العلي القدير، لا نسوي جهدنا، والجهد الكبير هو جهد الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم لزيارتكم الى المناطق المتقدمه ولا خط التماس. وقد شفتوا الدنيا في خير، معنا عزل حوثه باقي لهم همده من الرجاجل، ما فارقتكم الرجال كلها، لا يهمكم. امنوا نبشركم بالخير والنصر، ونشكر من جاء وساهم وقاتل معنا في بلاد مراد والدفاع عن العرض والدين والاخلاق والعادات والتقاليد القبليه الذي لها رصيد في على مستوى الجزيره العربيه. احنا قبائل والشعب اليمني كلها من اقصى لاقصى قبائل. خيرت الله عليكم، خيرت الله عليكم. يا ذي معاهم صار الشيطان، انت اتركوا اتركوا بلاد مراد، اتركوا بلاد مراد، مراد ومن معها ابعدوا لكم، اتركوا. احنا مشهدين الله، احنا مشهدين الله، واحنا مشهدين الله، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سندافع على تراب بلادنا، سندافع عليها وسنقاتل. وشكرا للجميع.